نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي تشيز كيك البطاطا. ومقادير القاعدة: عندنا 100 جرام زبدة مدابة، 250 جرام بسكوت مطحون، وواحد معلقة صغيرة قرفة بودرة. بالنسبة لفيلينج أو حشو التشيز كيك هيكون عبارة عن 300 جرام جبنة كريمية، 50 جرام سكر بودرة، واحد معلقة صغيرة فانيليا، 150 مللتر كريمة، 10 جرام جيلاتين مذوب في حوالي 30 جرام مية، و350 جرام بطاطا بيوريه. البطاطا طبعا هنشويها في الفرن وبعد كده نعملها بيوريه. وبالنسبة للجارنش عندنا 150 مللتر كريمة، وحوالي واحد معلقة صغيرة بهارات مشكلة، وثلاثة معلقة كبيرة ميبل سيرب. هنبتدي نعمل الكراست. فهنحط الزبدة على البسكوت، وهنحط معاهم القرفة، وهنبتدي نقلبهم مع بعض علشان البسكوت يتشرب الزبدة. وبعد كده هنفرد البسكوت في صينية التشيز كيك او تارت او اي صينية احنا عايزين نحط فيها التشيز كيك. كده خلاص بقى الكراست جاهز. هناخده طبعا ونحطه في قالب التشيز كيك. وهنفرده جوه الصينية بالشكل ده، وهنحطه في الفرن حوالي 5 دقايق، مجرد بس البسكوت يتماسك في بعضه، وبعد كده هنطلعه على طول ويبقى جاهز للاستخدام. دلوقتي هنعمل الحشو بتاع التشيز كيك. اجيب معالق ونحط الكريم تشيز، ومعاها البطاطا، وهنضيف لهم السكر. نخلطهم مع بعض الأول كلهم، وبعد كده هنضيف الكريمة والفانيليا، وآخر حاجة هنضيفها هتكون الجيلاتين. هحط الفانيليا والكريمة كده. الحشو جاهز، نقلبه نتأكد ان كل حاجة اختلطت، ونحطه فوق البسكوت اللي جهزناه. نفرد الحشو فوق البسكوت، ودلوقتي نبتدي نعمل الكريمة اللي هنحطها فوق الحشو. هحط الكريمة الأول، هبتدي أضربها شوية. أول ما تبتدي تدخن حبة هضيف الميبل سيرب والقرفة. وافرد عليها واخد الميبل سيرب واحطه فوق الكريمه.